الاحتلال الإسرائيلي يصعد عدوانه على الضاحية الجنوبية لبيروت ومدينة بعلبك، وميقاتي ينفي وجود طلب أمريكي لبيروت لوقف إطلاق النار من جانب واحد. قوات الاحتلال ترتكب مجزرة جديدة باستهداف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة. قبل أيام قليلة من انتخابات الرئاسة الأمريكية، ترامب وهاريس يواصلان حملاتهما الدعائية الانتخابية في الولايات المتأرجحة. أهلا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار رابعة مساء بتوقيت القاهرة. أهلا بكم، ونبدأ تفاصيل الأنباء بعد الفاصل. نتابع في هذه النشرة آخر التطورات الخاصة بالحرب الإسرائيلية على لبنان وفلسطين، حيث استهدفت غارة إسرائيلية مدينة بعلبك كبرى المدن في شرق لبنان. وأوضحت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء أن الغارات الإسرائيلية استهدفت حي الزهراء في مدينة بعلبك بدون إنذار مسبق للمنطقة. وجاء ذلك بعد أن استهدفت سلسلة من الغارات الإسرائيلية الضاحية الجنوبية لبيروت فجر اليوم عقب صدور إنذارات بإخلاء مبان فيها، وذلك بعد 6 أيام من الهدوء النسبي في هذه المنطقة. وقد خلفت الغارات دمارا هائلا في المناطق المستهدفة، حيث سويت عشرات المباني بالأرض. وفي المقابل أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعا لقوات الاحتلال في حي المسلخ جنوبي بلدة الخيام جنوب لبنان. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض طائرة مسيرة في الأراضي السورية أطلقت باتجاه إسرائيل، كما أفادت مصادر بإطلاق صواريخ على كريات شمونة ومستوطنات شمالي إسرائيل. وضرب 20 صاروخا أو ضرب 20 صاروخا على الجليل الأعلى شمالي إسرائيل في رشقة صاروخية صباحية. ومن جانبه، فقد نفى مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن تكون الولايات المتحدة قد طلبت من بيروت إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد. أكد ميقاتي أن موقف الحكومة واضح بشأن السعي إلى وقف لإطلاق النار من الجانبين وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. واعتبر ميقاتي أن توسيع إسرائيل قصفها على لبنان هو مؤشر على رفضها مساعي وقف إطلاق النار. وأضاف ميقاتي خلال لقائه مع القائد العام لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان أن التصريحات الإسرائيلية والمؤشرات الدبلوماسية التي تلقاها لبنان تؤكد العناد الإسرائيلي في رفض الحلول المقترحة والإصرار على نهج القتل والتدمير. وقد أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ من الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على المرافق الصحية والعاملين في القطاع الصحي في لبنان. وطلبت المنظمة بضرورة تجنب استهداف الرعاية الصحية والعاملين في المجال الصحي بلبنان. وأكدت المنظمة أن الهجمات الإسرائيلية الأخيرة استهدفت منشآت صحية وعاملين فيها. حذرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس من الخطر الذي تشكله الحرب الجارية بين حزب الله اللبناني وإسرائيل على مواقع أثرية. وشددت المنسقة الأممية على ضرورة ألا يصبح التراث الثقافي اللبناني ضحية لهذا الصراع المدمر، وحذرت من أن مدنا فينيقية قديمة في بعلبك وصور تواجه خطرا شديدا قد يؤدي إلى تدميرها.
استشهد 10 مواطنين فلسطينيين على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف مدخل مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة. وفي جنوب القطاع استشهد 3 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون إثر قصف قوات الاحتلال خان يونس. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم 392، بينما يقترب العدوان غير المسبوق من شهره الأول على شمال قطاع غزة. وارتكب جيش الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية 3 مجازر راح ضحيتها 55 شهيدا و 186 مصاب. وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الضحايا منذ 7 أكتوبر من العام الماضي إلى 43,259 شهيد و 101,827 مصاب، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليها. قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوى إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإيقاف المنظومة الطبية عن العمل وتعميق الأزمة الإنسانية والصحية في قطاع غزة. أوضح الشوى أن جيش الاحتلال يقوم باستهداف ممنهج للقطاع الصحي منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وذلك من خلال وقف إمدادات الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك قتل واعتقال الطواقم الطبية والإخلاء القسري لأعداد كبيرة منهم، وكذلك الاستهداف المباشر للمستشفيات وسيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني. أما ميدانيا فقد أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل قائد فصيل في لواء جفعاتي متأثرا بجروح أصيب بها في جنوب قطاع غزة في شهر سبتمبر الماضي. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن نقيب في الجيش قد قتل، وذلك بعد شهرين من إصابته في معارك غزة. وأضافت وسائل الإعلام أن 19 جنديا قتلوا في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، وأشارت إلى مقتل 37 جنديا إسرائيليا في جبهة لبنان خلال نفس الشهر. أدان مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري قرار إسرائيل بحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. وصف فخري في تصريح له الحظر بأنه يعد حكما بالإعدام على نحو 2 مليون مواطن فلسطيني يواجهون الجوع في القطاع، وأشار إلى أنه من المتوقع أن يؤدي هذا الحظر إلى تقييد عمل وكالة الأونروا في القطاع والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية المحتلة أيضا. وقال إن ذلك لن يقوض فقط حق سكان القطاع في الحصول على الغذاء، إلا أنه سيكون أيضا هجوما على الأمم المتحدة ذاتها. أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستستأنف غدا الجولة الثانية من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غزة بعدما تسببت عمليات القصف الإسرائيلية المتواصلة على المنطقة في إيقافها. وتزامنا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إطلاق المرحلة الثالثة من التطعيم ضد مرض شلل الأطفال غدا في محافظة غزة بعدما استكملت المرحلة الثانية من التطعيم. كانت المرحلة الأولى قد بدأت مطلع سبتمبر الماضي، بينما انطلقت الجولة الثانية الضرورية من أجل المناعة منتصف أكتوبر، أولا في وسط غزة وثم بعد ذلك في جنوبها. إلا أن منظمة الصحة أرجأت المرحلة الثانية الضرورية في الشمال نتيجة العدوان غير المسبوق والحصار المحكم على شمال القطاع. وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت من أن عدم إجراء المرحلة الثانية الأساسية في الشمال قد يقوض جهود وقف انتقال فيروس شلل الأطفال إلى خارج القطاع. تعرقل قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وتتكدس العشرات من الشاحنات في المركز اللوجستي بالعريش للسماح بدخولها من جانب قوات الاحتلال التي منعت دخول 7 شاحنات للوقود و4 شاحنات للمستلزمات الطبية. ينضم إلينا للمتابعة من العريش من المركز اللوجستي مراسل أنيل الأخبار أحمد ممدوح. أحمد،
طبعا انقل لنا الصورة لديك والعرقلة التي تتعرض لها الشاحنات سواء المواد الغذائية أو البترولية، يعني وهذه العرقلة تمنع دخولها إلى القطاع. نعم، أتحدث إليكم الآن من داخل المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة بمدينة العريش، حيث ما زالت قوات الاحتلال تعرقل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تتكدس العشرات يوما بعد يوم بمعبر رفح دون دخولها من جانب قوات الاحتلال، في الوقت الذي تزداد في معاناة يعني الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وحاجتهم الضرورية لمختلف أنواع هذه المساعدات الغذائية والطبية وغيرها من الوسائل اللوجستية. يعني كما نشاهد في الخلف وهنا داخل المركز اللوجستي، يعني عشرات الشاحنات محملة بأطنان من المواد الغذائية، يعني للوقوف أيضا طويلا منذ شهور طويلا هنا في مدينة العريش دون أن تسمح لها قوات الاحتلال بدخول هذه المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم والذي تتسلم فيه الأمم المتحدة هذه المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. كما نشاهد في الخلف عشرات الشاحنات متواجدة هنا في المركز اللوجستي دون دخولها من جانب قوات الاحتلال، وتمنع قوات الاحتلال دخول هذه المساعدات والتدقيق والمراجعة في نوع هذه المساعدات. اليوم أيضا الجمعة أجازة وغدا السبت أجازة بالنسبة لمعبر كرم أبو سالم والذي يمنع فيه على مدى اليومين هذين يعني أجازة بعدم دخول هذه المساعدات. أمس كان دخول أيضا يعني 97 شاحنة تم تفريغ منها 30 والعودة عادت إلى الأراضي المصرية. يعني هناك يعني من يسمح بدخول هذه القوات، أيضا قوات الاحتلال تمنع دخول هذه المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين، منعت دخول 4 سيارات للوقود والغاز وأخرى أيضا 4 سيارات وشاحنات للمستلزمات الطبية. هم يمنعون دخول هذه المستلزمات الطبية إلى الأشقاء الفلسطينيين بهدف الضغط على الفلسطينيين وزيادة المجاعة وأيضا يعني زيادة التهجير القسري لهم. منظمات دولية والأونروا أكدت أن قطاع غزة يعاني من المجاعة خاصة في شمال قطاع غزة في جباليا وبتلايا، منعت قوات الاحتلال دخول هذه المساعدات مما ينذر بكارثة إنسانية. جهود مصرية متواصلة هنا من خلال فتح معبر رفح لدخول هذه المساعدات الإنسانية، ولكن قوات الاحتلال تمنع دخولها. أيضا هناك تحرك عدد من الشاحنات المصرية إلى معبر رفح محملة بأطنان من المواد الغذائية، ولكن قوات الاحتلال تمنع دخولها. يعني لم تتوقف الجهود المصرية فقط على دعم هذه المساعدات، بل أيضا تقوم على الضغط على الجانب الإسرائيلي يعني إحياء مسار المفاوضات واستضافة كافة أطراف النزاع على الأراضي المصرية. هذه هي الصورة الكاملة من أمام يعني المركز اللوجستي وداخله في مدينة العريش. شكرا جزيلا أحمد ممدوح على هذه المتابعة من العريش. وإلى تطورات الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية صباح اليوم بلدة اليمون في غرب مدينة جنين وحاصرت أحد المنازل، ما أسفر عن إصابة مواطن فلسطيني. واعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة، واستولت على مركبة في بلدة الكرمل شرق يطا جنوب الخليل. وكذلك أغلقت قوات الاحتلال حارات البلدة القديمة والحواجز المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي. يواصل مرشحا الرئاسة الأمريكية الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب يواصلان حملاتهما الانتخابية المحمومة
فيما تعرف بالولايات المتأرجحة. ويقيم المرشحان تجمعا انتخابيا في ميلواكي كبرى مدن ويسكونسن. يأتي ذلك في إطار مسعى كل من المرشحين لكسب الناخبين الذين لم يحسموا قرارهم. وتبدو احتمالات المرشحين متقاربة مع اقتراب موعد الانتخابات والمقررة في 5 نوفمبر، رغم الجهود المبذولة من فريقي الحملتين للهيمنة على المشهد الانتخابي. الولاية المتأرجحة هي التي يتمتع فيها كلا الحزبين الرئيسيين الديمقراطي والجمهوري بمستويات متقاربة من دعم الناخبين، وهي أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا وكارولينا الشمالية وويسكونسن وبنسلفانيا. وفي كل هذه الولايات باستثناء كارولينا الشمالية تغلب بايدن على ترامب في عام 2020، مما منحه تقدما سمح له بالفوز في سباق البيت الأبيض. تعد الولايات المتأرجحة مهمة لأن جميع الولايات تقريبا تستخدم نظام الفائز في التصويت الشعبي بالولاية، يأخذ كل شيء لتخصيص أصوات الولاية في الهيئة الانتخابية أو المجمع الانتخابي. هذا النظام الانتخابي الذي يعني أن الفوز بولاية متأرجحة بفارق ضئيل يمكن أن يكون له تأثير كبير على النتيجة النهائية للانتخابات، يجعل تلك الولاية مهمة وحيوية في طريق تأمين مقعد الرئيس في البيت الأبيض. كان فوز بايدن في انتخابات عام 2020 في ولاية أريزونا مفاجئا لبعض المراقبين، حيث صوتت الولاية مرة واحدة للديمقراطيين منذ عام 1976، وصوتت الولاية لصالح ترامب في 2016، وصوتت باستمرار لصالح المرشح الجمهوري حتى في الانتخابات التي لم يفز بها الجمهوريون على المستوى الوطني، بما في ذلك في انتخابات عامي 2008 و2012. إلى جانب أريزونا، اختارت جورجيا الولاية الجمهورية الراسخة بين عامي 1996 و2016 المجازفة بالتصويت لبايدن في عام 2020 لتمنحه نصرا حاسما. في كلتا الولايتين أريزونا وجورجيا يبدو دعم بايدن الآن متزعزعا، وهو ما قد يتسبب في مشكلات لهاريس في انتخابات عام 2024. يتعين على الجمهوريين استعادة معاقلهم السابقة من الولايات المتأرجحة ومحاولة كسب الولايات الديمقراطية التقليدية إذا أرادوا أن يكون لمرشحهم فرصة الفوز بانتخابات عام 2024. وإذا فاز الجمهوريون بولاية بنسلفانيا التي صوتت للديمقراطيين في كل الانتخابات الرئاسية منذ عام 1992 باستثناء واحد فقط، سيكون ذلك بمثابة انقلاب كبير في عام 2024. ينعكس تاريخ التصويت في ولاية بنسلفانيا أيضا في ولاية ميشيغان التي اختارت الجمهوريين أيضا في انتخابات واحدة منذ عام 1992. وتعد ميشيغان قلب صناعة السيارات الأمريكية، وتحتوي على مئات الآلاف من العمال من ذوي الياقات الزرقاء. وفي ولاية كارولينا الشمالية فاز ترامب بفارق ضئيل في عام 2020، وتتطلع حملته لتوسيع هذا التقدم في عام 2024. ويقول مراقبون إن هاريس قد لا تتمكن من الفوز في الولايات المتأرجحة في الغرب الأوسط الصناعي ميشيغان وويسكونسن بصفتها امرأة سوداء قد لا تروق مثل بايدن لناخب الطبقة العاملة البيضاء. أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيرته الكورية الشمالية تشوي سون وي محادثات في موسكو، حيث أشاد لافروف بما وصفها بالعلاقات الوثيقة بين الجيشين وأجهزة الاستخبارات في البلدين. أشار لافروف إلى أن هذه العلاقات أتاحت للبلدين فرصة مواجهة تحدياتهم الأمنية، وقدم الشكر لبيونغ يانغ على ما وصفه بالموقف الصائب في الحرب على أوكرانيا، واصطم زعيم أمريكي بإرسال 10,000 جندي من كوريا الشمالية إلى روسيا. وأكدت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية أن بلادها ستقف بجانب روسيا حتى تحقيق النصر ومواصلة تعزيز ترسانتها النووية. ردا على ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن نحو 8,000 جندي كوري شمالي موجودون الآن في روسيا بالقرب من حدود أوكرانيا. وأكد بلينكين أن الجنود الكوريين مستعدون لمساعدة الكرملين في القتال ضد القوات الأوكرانية خلال الأيام القادمة.
We now assess that there are some 10,000 North Korean soldiers in total. نقدر الآن أن هناك 10,000 جندي كوري شمالي في روسيا. وتشير أحدث المعلومات إلى أن ما يصل إلى 8,000 من هذه القوات الكورية الشمالية تم نشرها في منطقة كورسك. لم نرى هذه القوات تنتشر في القتال ضد القوات الأوكرانية بعد، لكننا نتوقع أن يحدث ذلك في الأيام المقبلة. كانت روسيا تدرب جنود كوريا الشمالية على المدفعية وعمليات المشاهة الأساسية، بما في ذلك تطهير الخنادق، مما يشير إلى أنها تنوي تماما استخدام هذه القوات في العمليات الأمامية. إذا شاركت هذه القوات في القتال ضد أوكرانيا ستصبح أهدافا عسكرية مشروعة. الآن أحد الأسباب التي تجعل روسيا تتجه إلى القوات الكورية الشمالية هو أنها يائسة. ومن جانبه، فقد حث وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيجا دول الغرب الحليفة لبلاده على السماح لكييف بقصف الأراضي الروسية بصواريخ بعيدة المدى، ردا على إرسال قوات كورية شمالية إلى روسيا تحضيرا لإشراكها في معارك في أوكرانيا. وفي كلمته خلال مؤتمر للسلام في مونتريال، اعتبر وزير الخارجية الأوكراني أن نشر قوات كوريا الشمالية عند الحدود مع أوكرانيا يشكل تصعيدا حقيقيا في الحرب، وطالب بما وصفه بقرار قوي يتخذه حلفاء بلاده برفع كل القيود المفروضة على إطلاق صواريخ طويلة المدى باتجاه الأراضي الروسية. قتل 7 أشخاص بينهم 5 أطفال، وذلك في تفجير استهدف عناصر شرطة كانوا يقومون بحراسة حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في غرب باكستان. أوضح مصدر رفيع المستوى في الشرطة الباكستانية أن شرطيا وخمسة أطفال ومواطنا قتلوا في التفجير الذي وقع في مدينة ماستونغ الواقعة جنوب كويتا عاصمة إقليم بلوشستان. في العاصمة الروسية موسكو، قالت تقارير صحفية إن باحثين في جامعة البلطيق الفيدرالية الروسية اكتشفوا علامة بيولوجية في الدماغ تساعد على تشخيص اضطرابات الاكتئاب. وتحدد تلك العلامة البيولوجية الحالة الصحية للدماغ، وهو ما سيسمح بتشخيص أكثر موضوعية للاكتئاب السريري. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 300 مليون شخص يعانون الآن من الاكتئاب، علما بأنه بحلول عام 2030 يمكن أن يصبح هذا المرض من أكثر الاضطرابات العقلية شيوعا في العالم. في أخبار مصر، أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي محورية وأهمية الدور الذي يطلع به المفكرون وقادة الرأي في زيادة الوعي المجتمعي بقضايا السياسة الخارجية، لا سيما في ظل الاضطرابات الإقليمية المتشابكة غير المسبوقة وتداعياتها المباشرة على الأمن القومي المصري. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية والهجرة مع كبار الكتاب والمفكرين في حلقة نقاشية مطولة بجريدة الأهرام، شهد تفاعلا حول التطورات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على المصالح المصرية، وشهدت أيضا تبادلا للرؤى والتقييمات تجاه ما تشهده العلاقات الإقليمية والدولية من تحديات. واستعرض الوزير باستفاضة محددات السياسة الخارجية المصرية والموقف من الملفات الإقليمية والدولية الأخرى. أكد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أهمية الدور الفعال للشباب في المنتدى الحضري العالمي. جاء ذلك على هامش فعاليات ماراثون القاهرة الرياضي للدراجات، والذي نظمته محافظة القاهرة في إطار فعاليات أسبوع القاهرة الحضري ضمن استعدادات استضافة مصر المنتدى الحضري العالمي في نسخته 12. بمشاركة أكثر من 700 دراجة قادها شباب من مراكز الشباب واتحاد شباب العمال، أطلق وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة ولفيف من سفراء الدول أطلقوا ماراثون القاهرة الحضري الرياضي للدراجات. جاء ذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الحضري استعدادا لاستضافة مصر للدورة 12 للمنتدى الحضري العالمي المقرر انعقادها في الفترة من الرابع وحتى الثامن من الشهر الجاري.
الماراثون بيأتي في إطار أسبوع القاهرة الحضري اللي هو بيسبق المنتدى إن شاء الله اللي هيعقد في القاهرة من 4 لـ 8. وهذا الماراثون يعني مهم جدا، ودي رسالة هامة. المنتدى بيناقش التحول الحضري واستخدام الطاقة النظيفة والاعتماد على الدراجات واستخدام الطاقة النظيفة، فده برضو من ضمن الأولويات الخاصة بالمناقشات اللي هتتم في المؤتمر. رسالتي للشباب يعني بلدكو قادة سياسية الجمهورية الجديدة فتحت ذراعيها لكل شاب وتقول له فكر اشتغل، احنا معاك، بندربك بنعلمك بنمكنك، كل قدراتك مع بلدك. يعني السفراء المشاركون بماراثون القاهرة الحضري الرياضي أشادوا بمستوى التنظيم، آملين في عودة القاهرة لرونقها الحضري من جديد كأفضل المدن العالمية. سعدت بالمشاركة في هذا الماراثون الذي تم تنظيمه قبل المنتدى الحضري العالمي الذي سيعقد في القاهرة الأسبوع المقبل. كان من الجميل ركوب الدراجة لمسافة 4 كيلومترات بعد سنوات عديدة ورؤية شوارع القاهرة التاريخية أقل ازدحاما. بالتعاون مع المنظمين قدمنا رسالة مفادها مدن أكثر ملائمة للعيش وذات توجه إنساني من أجل الصحة والمشاة. أشارك في هذا الماراثون تعبيرا عن امتناننا وتهنئتنا لمصر لتنظيم المنتدى الحضري العالمي، فهو حدث لا يهم مصر وحدها بل هو مهم لكل العالم. قائد الدراجات مروا خلال الماراثون بشوارع منطقة القاهرة الخديوية انتهاء بحديقة الحرية أمام دار الأوبرا المصرية. كان في استقبال كويس من المنظمين، كانت اليوم ماشي محترم بشكل كبير جدا. طبعا مشكلة الوزير كانت بالنسبة لنا حاجة كبيرة، مشكلة المحافظ برضه كان متواجد، فدي حاجة طبعا احنا بنمتن بوجودها. يعني نفسنا بس نوصل رسالة، انت راكب عربية راكب موتوسيكل، انا كمان راكب عجلة، انا ليا حق في الطريق. فعلا الأجواء النهاردة كانت جميلة جدا والأهالي كلها كانت بترحب بينا، وكان في ترحيب من أجانب الموجودين في ميدان التحرير والمتاحف، وكان حاجة معبرة جدا للشباب. ماراثون رياضي كأحد الفعاليات الترويجية للمنتدى الحضري العالمي كشف الوجه الحضري للقاهرة لتعود من جديد كسابق عهدها وجها مشرقا لتاريخ ممتد، سجل في يوم من الأيام أنها أجمل وأنظف مدن العالم عام 1925. إلى نهاية هذه النشرة بأهم العناوين. الاحتلال يصعد من عدوانه على الضاحية الجنوبية ومدينة بعلبك وميقاتي، ينفي وجود طلب أمريكي لبيروت بوقف إطلاق النار من جانب واحد. قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة جديدة باستهداف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة. قبل أيام من انتخابات الرئاسة الأمريكية ترامب وهاريس يواصلان حملاتهما الدعائية في الولايات المتأرجحة. والمزيد من الأخبار والتفاصيل في موقعنا على الإنترنت nile.eg. إلى اللقاء.